نعلة من نوع عيل عمرها 6 شهور، بس المشكلة إنها كبيرة وبدي أحاول ترويضها قديش بقدر. طبعا هي خايفة، أنا مش متعودة هاي، فمن نحاول ترويضها شوي شوي، وأتمنى إنه ترويضها يزبط. هي خايفة لأنه مش متعودة إنه تكون في هذا المكان. هي كانت يعني مع غزلان زيها، هذا النوع بيحكوا له أيل، فإن شاء الله تزبط. لازم نعودها على الربط بس بالنهار، بالليل بفكها، ولازم تكون اصغر من هيك هاي السنجاب، بس ما فيش ولا مره. كله خفيف، خبز، كله، شو سبعين، شوي شوي تخوفهاش. هلا لسه هاي اليوم جبتها انا، فانا يعني كم يوم ببلش معاها، يلا بدها تاكل بس هي متردده. طعميك اول شيء خذ يوم بدي اجيب لك شيء. بس يتعودي كم من يوم، مش تصير تمشي او تمشي مع الواحد، شوف شو الاكل اللي بتحبه، يعني لازم نروضها لازم. ساتر خايف، مفيش طبيعي خايف. بس بو زمان رح خليها، يعني لسه هاي اليوم وصلت، بدنا نبلش على السريع نعودها قبل ما يفوت الاوان. وفي معها كمان ذكر ان شاء الله، بعد بس اسوي لهم غرفه 9 و2 راح اجيب كمان الذكر. الذكر هذا بصير كرونه هيك زي عروف الشجر. وزلان حلو. الايل. خفش. يلا.